السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنده الزين وعنده بعميرة جاء حتى لدارو كما كتشاهدوا المراحل ديال النمو. هاد المرحلة راه كنتو ديجا شفتوها معايا انا للتذكير، فقط من 5 البيضات حتى لهاد المراحل. شوف تبارك الله ما شاء الله، هذا الاب ديالهم بعميرة. انا كنحاول باش ممكن نكون كنوكلهم كنسبق، الا جا عندي هو الاول كنسبقه. وبغيت نصور هاد المقطع حي عندي مباشرة من عند عالم نسيمة فقط، عطيته اللحم. شوفوا انا بغيتكم تعرفوا على الطريقة الاكل ديالو. ضروري عنده هذك الرجلين هما اللي كيساعدوه، كيقطع برجليه وعاد كياكل بالمنقار ديالو. شوفوا مرة اخرى انا كنحاول نقرب، ولكن واخا هكاك خايفة باش تشوفوا يعني الرجلين ديالو او المخالب ديالو كيف دايرين. ها هما 5 وخميس عليهم صافي، يعني شفتوا المراحل معايا. هذا الجزء الخامس، يعني الريش هذاك ديال زياده الخلوق راه مشى، يعني بالتدريج غتشوفوا هذا الفيديو. هنا كانوا مازالين يعني شي شويه باقيين ساهلين. هنا واحد النهار قررت انني نظف داك الحضانه ديالهم وهبطتهم وغسلت لهم رجليهم، درت لهم في المعقم، كنخاف من داك الطفيلات ما عرف شنو سميتهم، الهمس ولا العبس ولا ما عرف شنو سميتهم. المهم انا نقول لكم الطفيليات وصافي، هانتوما كما كتشاهدوا. وبقيت كنلعب مع هذا ولاو صعابين صعابين بزاف. وللتذكير انهم هادو البولوغ ديالهم على عام، خلصين المراهقه على عام، ولكن عمليه التبيض حتى كيكملوا عامين عاد كيوليو كيبيضوا. هذه للاستفسار وفقط. هنايا راه كنت سديت الباب الحمام حيت كان مازال داك الريش ديال الخلوق كيطير بزاف وعمر لي الحمام، وكنخاف يدخل داكشي للدار كامله ويدلع. يعني هاد العمليه كنقوم بها حتى لمورا الغدا، حتى كنتغداو نجمع الدار ونسالي وكنسد الحمام، وعاد كنهبط داكشي نغسلو الشرجم وننظف لهم يوميا. كننظف لهم في الحقيقه هادشي متعب عياوني، ولكن ما عندي ما ندير. وهنا كنت كنحاول انهم نلعب معاهم، وهذا بالضبط هذا فيه الغوات بزاف بوحاطي بزاف وكيغوت بحال داك الشكل ديال الاطفال ديالنا ملي كيكونوا باقيين صغيورين وكيتعلموا يحبوا كانوا كيهرسوا يعني كيديروا لي بيتيز. راه هادو كذلك هكاك دايرين، راه كيطيروا مع الطيور. انتم كما كتشاهدوهم كما هكا وليت رديتهم لبلاصتهم. ما بقيتش كنعطيهم ياكلوا بزاف الحقيقه، صافي نقصت لهم الاكل. الوالدين ديالهم او الام والاب ولاو هما اللي كيعطيوهم. في الاول كانوا كيجيبوا وكيقطعوا لهم اللحم. شوف الفريسه ما كانوا كيجيبوا لهم الاكل. هذه الام ماشي الاب، نخليو الاب جانبا، الاب الاساسي كيحضي ويدافع. الام اللي كانت كتقطع وتعطي كل واحد، يعني كانت كتعطيهم من كبروا دابايا وفاتوا. دابا هادو راه فاتوا 46 يوم، يعني طالعين في شهرين قريب يكملوا شهرين. ولات كتجي وكتحط لهم الفريسه، واللي قوي هو اللي كياخذ. شوفوا كيف صرت هذا الفلوس، وحق الله العظيم اصحاب القلوب الضعيفه ما ننصحهمش كذلك حتى في هذا الفيديو هذا او في هذا المقطع. وحلتها له، حس بيا وحلتها ليه في الحقيقه من جبت الكاميرا بديت كنصور وحلات ليه. هذا نهار اخر ماشي نفس النهار، ها نتوما عاوتاني حصلتو كياكل. هي لاحت هاد الفرخ، جابت الفرخ من العش ولحتو، واللي قوي هو اللي كياكل وصافي. يعني ما بقاتش كتقطع لهم. انا جيت كندفع وشي حاجه مازال مخبعها تما، ولد الحرام ما خلانيش نقلب. كلهم كيبغيو ينقبوني، كلهم كيتفقوا يعني في هاد القضيه تبارك الله عليهم، كيتفقوا باش ينقبوني كاملين. بالنسبه لهاد الحضانه او الفاس كنقول له انا الحضانه ما بقاتش كتكفيهم، ها نتوما كما كتشاهدوا. ومن جريتو هكا شوف كيضرب خوه بالجناح، شفتوا كيف ضربوا بالجناح؟ يعني الجهد كما كنقول لكم في الفيديوهات كاملين، الجهد عندهم في الرجلين وفي الجناح وفي المنقار، حيت ملي كيبغيو يكونوا في السماء وكيصطادوا الفريسه ديالهم كيهبطوا واحد السرعه ديال 320 كيلومتر حتى 320 كيلومتر. كيضرب كيقبضها برجلو كيعاون بالجناح براق، كيضربها بالجناح ديالو. انا عشت الحياه ديالهم من زعما من تحت الفرصه، وجات هاد بوعميره وبيض عندي او كما كيسميوه في بلايص اخرى في منطقه الغرب الحرام. يعني عرفت الطريقه ديالو ودخلت بحال شحال السرعه والماكله ديالو كلشي، يعني عرفت عليه بزاف ديال الحوايج. انا كنحاول نحيد هذا باش تشوفوا شنو مخبع تما.
ما بغاش يحيد. كنت انا يعني نظفت داك الحضانه ودرت فيها داك الحجر الجليج، ولكن هذه العمليه ما نجحتش، ما عجبنيش داك الشيء كي يتجمع تما الريش، وكنضطر انني يوميا نشوف الفليليس عاوتاني. هذا جابو من العش، هذا ديال العصفور ماشي فلوس، والاغلبيه كيجيبو حتى ما عرف منين كيطيح على الفلالس بلديين، باش كنعرفهم بلديين، وهي او هو مكيصطادو داك الفلوس كيمشيو لواحد السطح كينقصو منه من الريش، مكيجيبو لهنا كنلقاو الريش ماغو كنعرفو ديال الدجاجه بلديه. شوفوا دابا شي شويه تطوروا، ولاو كيطيروا شويه وكيطلعوا فوق داك الحديده ديال الشرجم. انا هنا كنت دايره الفرشي، غتشوفوا المراحل معايا. من شفتهم هكا صافي ولاو يعني صافي على يعني يطيروا في حالتهم، وخليتهم يبقاو يشوفوا البعد ويشوفوا الطيران، كيكونوا الام ديالهم والاب متقابلين معاهم وكيشوفوا الناس شي شويه، ولا كيتعوضوا. شوف النظرات الخمس، خمسه بهم ما شاء الله، الله اكبر عليهم. انا هادو شريت لهم هاد الرشاشه هادي باش كنرش على الطفيلات، كنخاف لا تدخل لي شي حاجه للدار من الشرجم. هاد الفاس كنت زدت عمرته بتراب خور، نقيت الاول وحيت الحجر وحيت كلشي وزدت هاد التراب نظيف، ولكن ماما خلاو حتى شي حاجه نظيفه. الكرتونات حيدتهم، هذاك الفرشي حيدته، درت هاد الكرت بلاكيات كانت بنتي كترسم بهم، كانوا عندي في السطح حطيتهم. شوف العفريت كيف كيضربني برجلي، هما دائما كيسبقوا رجلهم عاد منقارهم، وعنده واحد الضربه في الرجل، ضربك برجل كيجرحني في يدي. هانتوما كما كتشاهدوا حتى اللون ديال الريش ديالهم زوين بزاف وناعم وكثير. هانتوما وليت عاوتاني ولاو كيديروا مشكله من حطيت هاد الكورت بلاكي، ولاو كيطلعوا وكيطيحوها في الزنقه كطيح. اليوم كان شويه الريح، كان تقريبا شي 11 ونص، هذا مسكن فيه النعاس. شوف من كيجي معذب داك الحديده كيهبط راسو ويبقى يطل، عندهم واحد الذكاء خارق خارق ما شاء الله، ما شاء الله ربي سبحان الله تعالى. شوف شنو عطاهم، يعني مطورين بزاف. واليوم طاح لي واحد الطير، ماشي طاح هو، بغى شاف خوه طار، خوه كبير منه الاول، هذاك البيضه الاولى اللي فقصات هو اللي كبير في الحجم، طار هو تبعو. هذا الصغير، هذا العفريت، هذا المشاغب، عندك سيف وساقف شويه مهدنين، هذا ما عنده سميه صعيب، ومشى حتى هو قال لك زغبوسي ربي، ومشى حتى هو طار، من طار طاح لتحت في الشارع. يوم نعاود لكم واحد المنظر، كلشي كيجري بوعميره بوعميره، وكلشي عارفين بوعميره راه ديالي حيت كيشوفهم في الشرجم، عرفوهم ديالي. عاد جابوا لي واحد الراجل مسكين، بالحقيقه كنت بغيت ندير لكم واحد الفيديو كيضحك من تابعينه باش يقبطوه. ودابا المشكل هو دايره بحال لعب، كيطير يطيح، خصني نهبط. دابا ولات عندي مشكله، كيطيروا كنخصني نمشي نقلب عليهم. هانتوما كما كتشاهدوا هذا كيضربني، ما خلانيش نلعب معاه، ولا كنبغي نصور ما كيبغيوش. ومع كيشوفوا الالوان راه كنلعب معاهم، حتى بواحد القرعه ديال الصباغ كيكون فيها الماء كنعطيهم مره مره يشربوا، حيت هما ما كيشربوش الماء بزاف. من كيشوفوا الالوان كيبقاو يضربوني برجلهم وكيبغيو يلعبوا بحال شي بيبي هكا، كيبغيو يلعبوا من كيكونوا في داك يعني في داك المرحله ديال النمو ديالهم هكايا. هاد العصافير ماشي هاد العصافير، هاد راه من الفصيلات الصقور، من الجوارح، يعني من كنقولوا من الجوارح اللي كياكلوا داكشي لحمي ودمي. هادو تبارك الله لحمي ودمي، وكياكلوا بزاف ديال الحوايج، مثلا القوارير كياكلوا يعني بزاف ديال الحشرات، الرتيلات كبارين عليها كنعقم بزاف بزاف. انت انتم عفوا كنلعب مع داك الصغير. دابا كما قلت لكم دابا ولات عندي مشكله، باقي ما كيعرفوش يطيروا، كيمشيو كيوحلوا عند شي جيران، ولا كيوحلوا في شي خيط ديال التليفون ولا شي حاجه، كيبقاو حاصلين. هو كندير ليغات عاوتاني نولي نخرج باش نهزهم، الا لقاهم شي واحد زعما كيعرفني انا كيعرفهم راه عندي في الشرجم. ولقيت واحد الدراري بغاو يهزوه، يعني هو كان عالي عليهم وانا نطلع عليهم الشرجم، قلت له ماش كديروا؟ هذا الاب ديالهم الحنون، الرشاقة والقوام والهيبه، شوفوا كي داير، شوفوا الزين. علاش درت لكم الاغنيه؟ عنده الزين، عنده بوعميره جا حتى لدارو. هذا نهار اخر عاوتاني، حيت صافي قربوا يمشيو في حالتهم، بغيت ندير معاهم صوره تذكاريه. جمعتهم درتهم في واحد الكرتونه، نظفت المكان كذلك، جمعتهم بخمسه بهم، ولكن ما تصوروش الغواز اللي كيغوتو وكيبقاو يطيروا لي في الحمام. ونضل الله كنسد الباب،
باش ما يكون شي صداع، جمعتهم هنايا ونظفتهم وعطيتهم بعدا حتى كلاو حتى شبعوا باش يبقاو جالسين وثابتين. ولكن واخا هكاك ما ثبتوش، انتما كيما كتشوفوهم الزيونات والزين يعني ما بقات غير شي مده قليله بزاف بزاف وغادي يغادروني. وانا حرصت هاد المده كامله ديال شهرين، ماشي شهرين، 3 شهور وزياده، انهم نحافظ عليهم باش يمشيو للطبيعه سالمين غانمين. كما كتشاهدوا كنكون كنلعب معهم وكنلعب لهم في راسهم هكا، يعني كنطمئنهم يعني ما يخافوش ما يتخلعوش. هانتوما كنبقى نلعب معاهم هكاك، غير هما كينقبوني وكيعضوا، يعني ملي كان ما كنش كندير هذاك اللي كات راه نجرح من صباعي، واللي مجهد فيهم بزاف هما داك الرجلين ديالهم او المخالب ديالهم. وبعميره راه عنده الريش كما خدكم حتى في الرجلين ديالو لتحت، هذا مباشره. ها هو خوهم الكبير من تجرا ومشى تعلم يطير جا لهاد السطح هذا، ها هو بقى فيه اكثر من 7 سوايع و 8 سوايع وقال شي 9 سوايع هو تما حصل، ومن بعد راه رجع للحضانه ديالو. هنا كنت كنقول لهم ديروا تشيز تشيز صوره تذكاريه، ما بغاوش. جبت هاد القرعه اللي كنعطيهم فيها الماء، انا عارفاهم كيلعبوا بها وعارفاهم كيعجبهم بزاف، وخليت وبقيت كنلعب معاهم. هانتوما كما كتشاهدوا كنعطيهم الماء، هما راه ما كيشربوش الماء، الجوارح ما كيشربوش الماء، هما دميين. وانا مره كنبقى نعطيهم الماء هكا وكنلعب معاهم وكنفزقهم، كيكون هذاك الريش ديالهم كنهبطهم للحمام نقيهم، راه كنرشهم بالماء باش داك الريش ما يبقاش يطير بزاف، وهما كيعجبهم الحال بزاف. ودابا نخليكم مع هاد الموسيقى، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه. ومازال تتمه ديال النهايه ان شاء الله، ايوا تبقاو على خير.